دورة بعد أخرى يزداد المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسالة وميضا وتوهجا. سنة بعد سنة تتألق نساء من كافة العوالم في فضاءات مدينة سالة وتسطع في سماء الإبداع والفن. مهرجان المرأة كما عهدناه منذ 13 سنة لا زال يصر على تعميق البحث في الذات الأنثوية، يوليها حقها ويمنحها صوتا بالغ الأثر في التغيير والتطوير، كيف لا وهي الأنثى الجميلة المبدعة أصل كل ما هو فات في الوجود. 13 دورة هي قيمة مضافة أولا لتاريخ المهرجان ولتاريخ المهرجانات السينمائية بالمغرب ولتاريخ الثقافة السينمائية داخل وخارج المغرب. تخصيص مهرجان خاص بسينما المرأة يندرج ضمن الترويج لترسيخ ثقافة الدفاع عن حقوق المرأة. لولا المرأة لما كان الرجل، ولولا الرجل لما كانت المرأة، يعني كاين توازن. فأنا كنشكر جمعية أبي القراق على هذه المبادرة الطيبة اللي حقيقة كنشوف المهرجان تبارك الله من مهرجان وطني إلى مهرجان دولي، وهذا تحسن كبير. فعالية الدورة 13 متواصلة تجمع بين الفرجة والمتعة وروح المنافسة الشريفة، كما تشكل منصة للتبادل من خلال لقاءات فكرية وندوات تهم بالأساس الحضور الوازن للمرأة في السينما العربية والقارية والعالمية. اليوم الرابع من الدورة اقترح أفلاما جديدة محور أحداثها في الغالب المرأة، واستضاف فضاء هوليوود السينمائي ضمن المسابقة الرسمية للفيلم الطويل شريط دقات القدر لمخرجه محمد اليونسي. دقات القدر رواية من تاريخ المغرب المعاصر تصور قوة المرأة وضعفها في الدفاع عن حقوقها المشروعة، مقاومتها للمجتمع والتقاليد والأعراف، لا تملك في كل ذلك من سلاح سوى الروح والجسد. الفيلم كيهضر على مفهوم القدر. مفهوم القدر يعني واش حنا مسيرين فيه ولا مخيرين، ولكن أنا حاولت نشوفه من الجانب ديال المرأة باش نشوف الحرية الفردية ديال المرأة فين كتوصل في المجتمع، واش عندها حرية وين عندها الحرية فين كتوصل. والخلفية ديال الفيلم حاولت ندير باش نوثق واحد حدث تاريخي في المغرب اللي هو حرب الغازات اللي كانت وقعت في شمال المغرب. في هذه القصة هذه تنجسد دور المرأة المغربية اللي من منطقة الريف اللي ما كتحملش معها فقط حمولة الفكرية ولا الجغرافية ديال المكان، بقدر ما كتحمل معها أيضا جغرافية الفكر ديال المنطقة، فكتحاول أنها توقف وجه ديال التقاليد أو يعني بشكل أدق السلطة ديال العادات والتقاليد، سلطة العقلية الذكورية اللي ما كنوجدوهاش في جسد الرجل فقط بل أيضا تنتقل وتأخذ يعني العقلية الذكورية تأخذ أيضا تكون في الجسد ديال المرأة. الدورة الحالية من المهرجان تقترح برمجة غنية تشمل ندوة إقليمية تحت عنوان من أجل المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية البصرية والفيلم بمنطقة المغرب والمشرق، وماستر كلاس للمخرجة اللبنانية هيني سرور، والعديد من الندوات المتعلقة بقضايا مختلفة تهم المرأة في المجتمعين العربي والغربي.